كنا راجو تأخر شوية. صوت يا حمود. شنو هذا؟ أنا ميت من اليوع. بسك يا سلوم، لاحق على البيع. كله مسوي نفسك فقير وانت أغنى واحد فينا. شنو هذا؟ جيم بوي؟ لا، هذا كوميونيكيتر. أعطوني إياه هدية من النادي العلمي. سويت حق النادي العلمي عشان يعطونك تلفون نفس هذي؟ المساعد الأول للمخترع الكبير البروفيسور عطشان بن أينشتاين، وهو اللي عطاني التليفون عشان ساعدته وايد في اختراع الجديد. وشنو هذا الاختراع الجديد؟ Tell me. أنا ما راح أقدر أقول لك شيء عن هالموضوع لأنه سر. Oh come on please، والله ما راح أقول حق أحد. أنا أقدر أخش السر. السر هو الموضوع الذي يعرف عنه شخصين، وإذا تسرب إلى شخص ثالث لا يعتبر سرا، ومن يسرب السر يسمى بالفتان. آخر واحد يضم عيال. لا يسوي قرقر وازد والله. Listen up يا شباب، سمعوا، أنا عندي خبر وايد مهم. أنا أبوي كله يقول إن الأخبار المهمة هي أهم شيء. والله صاج يا حمود. يلا يا جماعة خلصونا، ترى ما فيني صبر، عندي وايد داونلود ولازم أخلصه. أنا اليوم كلمت توفيق وقال لي إنه مشترك باختراع وتوب سيكريت حق النادي العلمي. توب سيكريت؟ هذا كنا نكنيم واحد من ربع عبود. يلدك ركز وياي شوية، توب سيكريت يعني سري للغاية. أبوي كله يقول إنه إذا في اختراع جديد لازم نروح النادي العلمي علشان نشوفه. اي والله صاج يا سلوم، بس شلون نشوف الاختراع السري؟ تعرفون لازم مع الزعيم تمشون. اوكي. جود مورنينج. اهلا وسهلا، مين حضرتك لو سمحت؟ انا الدكتور جوتي بالطقه من جامعه هامبورغ للابحاث التكنولوجيه. I want to meet with الدكتور بروفيسور عطشان بن أينشتاين. وسهلا يا دكتور اوتي، بس لحظه من فضلك اكلم البروفيسور واقول لك هنا. الو، ايوه حضره سعاده قياده الدكتور البروفيسور عطشان، في شخص هنا عاوز يقابلك اسمه الدكتور اوتي بطاقه. ايوه جنابك. ايوه حضرتك، حاضر. اهلا بالخبير الدكتور الخطير قوطي بطقه، حياك الله، تفضل اقعد. طبعا مثل ما انت عارف يا دكتور ان احنا حطينا اللمسات الاخيرة على مشروع قطار الزمن، وان شاء الله اليوم راح نفتتحها على شرفك ونقطف هذه الثمار اللي درسناها. الو توفيق، شغل هذا الجهاز عشان الدكتور نينة. توفيق حبيبي، اشرح للدكتور بطقة مواصفات الجهاز على ما اروح اجيب الفيران اللي راح نجربهم في رحلة القطار. دكتور حبيبي، هذا انبغ طلبتنا هني، اللي ما يحب اصلا يلعب بالطيارة. كني شايفك من قبل، شكلك مو غريب. يخلق من الشبه فورتي، بس نيفر مايند. خلي اشوف القطار مالكم. توفيق الحق علي، توفيق كل الفيران احترقت او ضاعت، انا ما ادري، انا حطيتها وضاعت. ما الحق علي، تعال ندور عليهم. كذب سعد الفري يوم قال ان الديرة كلها راح تصير قطارات. انا ابوي كله يقول لا تتعبث في الاجهزة الكهربائية والالكترونية علشان ما تتكهرب. صاج يا حمود. نطلع من هون، من هني. لا تخاف يا عزوز، عبود موجود. اهلا اهلا، ستارتينج ذا انجن. شنو؟ عبود، what do you think you're doing you dumb duck؟ تو انكم جاهزون للاقلاع، اذا فهيا لنذهب معا في رحلة عبر الزمن. القطار مهما مشى لازم يوقف. انت وابوك تقول ما في غيره،
أنا ميت مليوح يلا. وعني يا البطيني يا بيجي، وخلني أشوف طريقة نفتح فيها الباب ونروح حق الهوم مالنا. هذا احنا وين؟ احنا شلون وصلنا هني؟ قل لكم اكيد هالقطار وصلنا حق غابات الامازون، حتى انا شايفها بالتلفزيون. امازون لازم تروح له بالطيارة يا ذكي، والقطار ما يطير. Where do you get your info from you lazy freak؟ شغل هالقطار عشان نروح بلوك 13 again. ميبيدا الا ضع هذا على رأي هذا المثل مالنا هني الكهف، هذا سبقني واشتكى طبخني وعشايا، انا هوريك هني طبعا ما تشيها. ماي جاد، هذه مو قطعة 13. اي والله صدق يا حمود، انا شكلي ما راح اكل اليوم. انا شنو هالحر، انا عطشان ويوعان ابي اكل اي شيء. ابوي كله يقول ان اللي ضيع لازم ما يوقف، المفروض انه يكمل مشي لين يحصل اللي يبي. صدق يا حمود. صدق يا سلوم، واخيرا وصلنا القطعه. It's too hot outside. Let's go back. Hurry, hurry. It's getting too hot. Go back to the ship. حسافه ما كمل العشاء. Whatever. I think إني أعرف شلون أشغل هالجهاز. لحظة. First F5 بعدين Control L Delete and this blue one. شغل الجهاز. الله، هذا كنا البحر اللي ورا قطعتنا. Yeah, بس أنا مو شايف أي أثر حق any civilization. تمتك، هذا وقت بلاي ستيشن. Whatever. اكو اوادم هناك، خلنا نروح نسالهم. شقة تلقى شير يمشي شوي ولا بردي الصايم عاد الساحران الساحران. السلام عليكم. شوف هذا لابس كحفية شابة. درب الله يصلح. هنا ما شفنا الماضي، ايش رايكم يا شباب نروح نشوف المستقبل؟ هذه الفكرة ولا بلاش؟ ايش
أبوي كله يقول إن في المستقبل الديرة كلها بتصير قطارات، والناس راح تحدق تحت الماي، وإن السيارات راح تصير غواصات صغار. السلام عليكم. هلا بالربع، يا هلا بالمهلة، يا هلا بمن هو يا أنا والله. بس انتو وش تبون جايين هني؟ وانتو من هو من ايش؟ عطيات، ايش فيك فاشة تبي؟ وش مقعدت هني بالصحراء بروحك؟ ايه يا ولدي، هذا بر بحر، هذه سلفة طويلة يا ولدي. كذا كل العالم ما تركت قطعة 13 من يوم ما هذا خلص النفط، لان ما في فلوس هني. يا زور من زر زور، طبخ 10 جدور. وبعد كل رجاجيل اطفشة من قطعة 13. وانا اللي هم اطفشة خليتهم، لان ما حد راضي انا يتزوجني. وكان يا مكان. الاخر جنسية لازم. Man, that was a good time flying with that spaceship, like a train spaceship. Yeah, that is cool. Anyway, see you tomorrow, guys.